هل تتطلع إلى الاستثمار في بلد مستقر اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ في بلد يتمتع بإطار قانون تجاري حديث واحترام للأسواق الحرة وبموقع متميز وبيئة ملائمة للأعمال التجارية وبقدسية العقود وحقوق الملكية، مكان يتمتع بضرائب منخفضة نسبياً وبقوى عاملة متعلمة تتقن اللغتين الإنجليزية والعربية وببنية تحتية حديثة للنقل، حيث من السهل جداً أن تبدأ أعمالك التجارية. إذن أنت حتماً تبحث عن سلطنة عمان. تتمتع عمان بموقع مثالي في الوسط بين الشرق والغرب، وتربط بين الأسواق في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، فهي تقع خارج وضيق هرمز على طول خطوط الشحن المزدحمة التي تحمل نسبة كبيرة من حركة الملاحة التجارية في العالم، كما أنها تتمتع بوصول سهل وروابط مع الخليج وأفريقيا وشبه القارة الهندية المجاورة. عمان غنية بالتنوع الثقافي والتراث والانسجام العرقي، تمتاز بجمال طبيعي لافت مع مواقع طبيعية خلابة تتراوح ما بين سلاسل الجبال الرائعة إلى الأودية، مع أكثر من 3000 كيلومتر من السواحل الجميلة المذهلة. هذه الخصائص الساحرة تجعل من سلطنة عمان وجهة سياحية واستثمارية جذابة. لماذا الاستثمار في عمان؟ من حيث الأعمال، احتلت المركز الأول في معيار سهولة بدء النشاط التجاري من قبل البنك الدولي بين الدول العشرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز 32 على مستوى العالم. يتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون سلطنة عمان في صدارة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث مستويات النمو في عام 2019 بمعدل 4.2%. تم تصنيفها في المركز 33 عالمياً من حيث ترتيبها بين الدول الأكثر تنافسية في العالم في تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي لعامي 2013-2014. عمان ملتزمة بالتنوع الاقتصادي والاستثمار، حيث تركز الحكومة على التنويع والتصنيع والخصخصة لتقليل الاعتماد على الإيرادات الهيدروكربونية. موانئ عالمية ومطارات وشبكة طرق واسعة وحديثة، حيث تعد بعض الموانئ الأكثر استراتيجية في العالم. البنية الأساسية المتقدمة للاتصالات السلكية واللاسلكية التي تدعم الشبكات المحلية والدولية المترابطة. أكثر من مليار مستهلك على عتبة عمان، من الموقعين على اتفاقية التجارة العالمية والسوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي واتفاقية جافتا واتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وسنغافورة وأيسلندا والنرويج وسويسرا. 70% من الملكية الأجنبية في معظم القطاعات، مع إمكانية لملكية أجنبية تصل إلى 100% في بعض الحالات والمناطق الاقتصادية المحددة. يتطلب إنشاء شركة عمانية ذات مسؤولية محدودة مساهمين اثنين ومديراً واحداً من أي جنسية وموطن فقط. بعض من أكثر العقارات والأراضي التجارية منافسة في السعر في منطقة الخليج وأسعار فائدة تنافسية. معدل ضريبة الدخل الشخصي بنسبة 0%، ضريبة 15% ثابتة على الشركات، معاهدات الازدواج الضريبي المتاحة مع العديد من الدول، وغياب ضريبة المبيعات. بيئة تشريعية صديقة للمستثمر، لا قيود على إعادة رأس المال أو الأرباح. من حيث نمط الحياة، عمان هي موطن لعدد كبير من المغتربين العاملين والمستثمرين الأجانب، يصل إلى ما يقرب من نصف إجمالي سكان البلاد. واحدة من أكثر دول العالم أمناً وأماناً، مع واحدة من أدنى معدلات الجريمة في العالم. واحدة من أفضل الأماكن للحياة الأسرية. عمان ذات تكلفة معيشية معقولة
أسعار تأجير المنازل أقل بكثير من المتوسط الإقليمي الخليجي. في عام 2012 صوتت مجلة موناكل عمان كأحد أفضل الوجهات السياحية في العالم. هل تحتاج لمزيد من المعلومات؟ يرجى الاطلاع على دليلنا عمان وجهة استثمارية واعدة على موقعنا www.mazars.om/invest-in-oman. أما إذا كنت في حاجة إلى معلومات محددة أو اتخاذ إجراءات، نحن في مزارز عمان سوف نكون سعداء لخدمتك من الألف إلى الياء. يرجى زيارتنا على www.mazars.om/invest-in-oman أو الاتصال بنا على investinoman@mazars.com ونحن نتطلع إلى أن نكون في خدمتكم.